بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير وحياكم الله احبابنا ويا هلا مرحبا فيكم وين ما كنتوا تتابعونا داخل الكويت برا الكويت، ومساء جميل اجمعنا معكم دوم على الخير والمحبه ومع ضيوفنا الكرام اللي منورينا الليله باستديو مسائي. ننطلق معاكم عبر شاشتكم شاشه الجميع، تلفزيون الراي على الهواء مباشره. اليوم عندنا محطات مختلفه ومتنوعه، اليوم مع الانجاز والانجازات المتعدده وفرحه وعوده هذه الفرحه والمجد للشارع الرياضي الكويتي بهذه الذهبية، ولا غريب عليهم اتحاد الرماية وذهبية منصور الرشيدي اليوم معنا، وأيضا محطة مع تطبيق جميل وهو تطبيق تذكرة للسياحة. شنو هذا التطبيق وشلون راح نتعامل معاه وش كذا راح يفيدنا وشلون تأسست هذه الفكرة؟ والتطبيق هذا هو مكتب موجود أنا أروح له مثلا، هم عندهم مكتب وفي تطبيق، أيه الأسهل وأيه الأسرع؟ والسياحة يتكلم عن السياحة داخل الكويت شلون، كل هذه الأمور مع ضيفنا إن شاء الله في هذا المساء. ولكن أيضا محطة من المحطات الأسبوعية اللي متواعدين إحنا وياكم فيها، وهي محطة متعة التربية ونصائح ذهبية لكل أم وأب في تربية أطفالهم، لأن اليوم أطفالنا بالفعل اليوم التعامل معهم يحتاج إلى احترافية وليس بطريقة عشوائية. كذلك في هذا المساء عندنا أو راح نطلق معكم مع التقرير المتعلق بالتراث، والتراث هو اللي راح يكون بدايتنا في هذه الفقرة الأولى، ونرجع معكم إلى الذكريات والأصالة وعبق التاريخ في هذا التقرير. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا في فقرة قصة مكان، نستكمل معاكم هذه الرحلة الجميلة في متحف طارق السيد رجب للحضارات الإسلامية. الأسبوع اللي طاف شفتوا معنا أجمل أقسام الموجودة في هذا المتحف، قسم الموسيقى، الأحجار الكريمة والمجوهرات، وقسم الأزياء، وأيضا قصة باب سلطان برقوق. لكن اليوم راح نشوف مع بعض ونبتدي مع قسم الأسلحة ونشوف شنو يحتوي في هذا القسم. راح نشوف في هذا القسم أسلحة كثيرة من عصور مختلفة ودول مختلفة أيضا. واحدة من الأمور اللي شدتني هي أسلحة مصنوعة في إيران في القرن 19، مصنوعة هذه الأسلحة من الذهب والفضة. الاهتمام بجمال الأواني والفخاريات ما هو بالأمر الجديد، بل يعود إلى سنين قديمة. اختلافها تختلف بحسب استخدام المعادن اللي فيها والمواد باختلاف العصور. خلونا نشوف جمال الأواني والفخاريات اللي موجودة في هذا القسم.
نظري أيضا بالمتحف هو وجود المباخر. تختلف هذه المباخر من حيث الشكل والتصميم والأحجام. خلونا نشوف جمالية هذه المباخر الموجودة هنا. متحف طارق السيد رجب للحضارات الإسلامية أيضاً قسم خاص بالمخطوطات القديمة والرسومات المميزة والجميلة اللي تعود لعصور مختلفة. خلونا ناخذ طلع عليها. وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام قصة مكاننا اليوم في متحف طارق السيد رجب للحضارات الإسلامية. نلتقي فيكم في مكان جديد وقصة جديدة. سؤال جوهري نطرح اليوم في بداية حلقتنا وبداية فقرتنا، هل الكويت دولة سياحية؟ وإن كانت الإجابة بنعم، كيف نساهم بإيصال هذه الصورة أن الكويت بلد سياحي للمواطنين، للمقيمين، للمجاورين، الدول المجاورة، للعالم أجمع؟ شلون نقولهم الكويت فعلا بلد سياحي؟ أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع. يمكن أكيد أنتوا جاوبتوا راشد وين السياحة عندنا؟ احنا عندنا سياحة بالكويت؟ طيب ضيفنا راح يتكلم عن هذا الموضوع، السياحة بشكل عام من خلال التطبيق اللي هم وضعوا هذا التطبيق، وشباب كويتي مجتهد، تطبيق مميز راح نتعرف على أهميته وشنو يمتاز فيه وشنو يختلف عن غيره هذا التطبيق وشنو يختلف عن مكاتب السفريات. لكن هو عنده هاجس ويتحدث بهذا التطبيق عن السياحة بالكويت. من وجهة نظره ما نعرف، نبي نعرف هو فعلا في سياحه عندنا او ما في سياحه، او حاب ينعش السياحه بالكويت وكيف ينعش هذا السياحه. مع ضيفنا عبد الرحمن الخرافي وهو مؤسس تطبيق تذكره للسياحه. مساك الله بالخير وحياك الله. مساك الله بالنور، الله يعطيك العافيه، وصراحه شاكر لكم هذه الاستضافه. ويعني نتكلم احنا بسياحه عن الكويت. نعم. يعني السياحه بالكويت الامانه للاسف يعني ما في سياحه حاليا بالكويت. ممتاز، انت طرقت بهذا السؤال اللي احنا طرحناه في البدايه. اي نعم. اولا حياك الله. الله يحييك. يا هلا مرحبا فيك. وانا عجبتني جدا قصه الكفاح اللي انتم كافحتوها في حتى حققتوا ما حققتوه اليوم على ارض الواقع، فمو غريب عليكم كشباب كويتي يواجه عقبات كثيره لكن في النهايه يصل الى هدفه اللي هو
رسمه يعني وضع على الورق وطبقته من خلال هذا التطبيق. من انت طلقت في هذه الإجابة خلنا نطلع معك فعلا والناس تسأل معقولة احنا عندنا سياحة بالكويت؟ جاوبهم. والله للأمانة يعني نفس ما قلت لك ان للأسف ما في سياحة بالكويت. يعني واحنا كتطبيق إلكتروني يكلمونا وايد ناس من الخليج يعني يتواصلون ويانا ان مثلا نبني نحجز بالكويت وين نروح وين نيجي، نعطيهم اللستة يعني مثلا المجمعات التجارية اللي موجودة، لكن هذه ما ترتقي انها تكون سياحة. فيعني احنا كشباب كويتي واصحاب يعني مكاتب سياحة وسفر، وفي كثير موجودين بالكويت كويتيين شباب اصحاب مكاتب، عندنا افكار وعندنا عندنا يعني امور معينه، احنا سافرنا ورحنا وشفنا تجارب دول الخليج وشفنا تجارب عالميه اوروبيه امريكا، نقدر ننقل هذه التجارب بطبيعه او ثقافه عربيه كويتيه اسلاميه ونقدر نطبقها بالكويت. يعني خاصه ان بالكويت احنا عندنا جزر، عندنا بر، عندنا يعني شريط ساحلي ما شاء الله كبير. اي شريط يعني خل يعني مثلا الشريط الساحلي مثلا في شاليهات وفي مطاعم مستغل الحين يعني مثلا، فعندنا جزر فاضيه نقدر احنا هذه الجزر، في شواطئ كثيره فاضيه يعني صوب وفي شواطئ صوب نعم 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 بس ان الحيل وغيره هناك. اي يعني اللي اقصده ان مثلا لو يعني مثلا احنا عندنا شركه مشروعات سياحيه بالكويت، لو مثلا تدعو مكاتب سياحيه هاي الجهه المرتبطه معاكم واللي تقدر تستفيدون وتتبادلون هذه الافاده. نعم نعم. اللي هي شركه المشروعات السياحيه. شركه مشروعات سياحيه تقدر تقعد ويانا نقول لها نعم نعم نقول لها ان مثلا تاخذ قطعه ارض ونعطيها الافكار هذه. ما اجتمع معاكم او انتم ما تواصلتوا وياهم؟ والله للامانه حاولنا نتواصل لكن دائما عارف انت الاجراءات الحكوميه طويله، لازم استقبال موظف استقبال واستقبال يوصل حق الاداره والامور هذه. ايوه موعد ونقعد معاكم احنا شباب كويتي وعندنا افكار للامانه اعتقد ان ابواب اغلب مسؤوليه الدوله مفتوحه حق الجميع، يعني فما بالك شباب كويتي مجتهد وعنده افكار لخدمه الوطن والمواطن والمقيم. والله يعني أنا من برنامجكم أوجه رسالة يعني لهم للأمانة إن إذا يعني اجتمعوا ويانا شوفوا أفكارنا، شوفوا إحنا شنو نقدر ننفذ بالكويت. أنتوا طرقتوا الباب على شركة المشروعات السياحية؟ نعم. ما لقيتوا إجابة؟ ما لقينا إجابة. إذن هذه الرسالة واضحة. نعم. ويعني من خلال تلفزيون الرأي برنامج مسائي نتوجه بهذه الرسالة إلى المعنيين بشركة المشروعات السياحية، وإحنا نعلم تماما أنكم تعملون على قدم وساق محاولة تطوير هذا القطاع بأي شكل من الأشكال، لذلك أحد الشباب الكويتي المجتهد هو وزملاء حاول أن يتواصل معاكم ما كتب نصيب، لكن إن شاء الله في القادم من الأيام أنكم أنتم تتواصلون معهم أو هم يتواصلون معكم وتستقبلونهم تقعدون وياهم وتستمعون إلى أفكارهم، وأعتقد أن هذا دوركم تعملون وتستقبلون كل مواطن كويتي شاب طموح وتأخذون في هذه الأفكار وتتعاونون مع بعضكم البعض. نتمنى أنكم يعني تقومون بهذا الدور، وأنتم أنا متأكد أنكم راح تقومون فيه، لكن حبينا نلفت انتباهكم لهذه الرحلة. يعني أنا بوصلها من وجهة نظر، يعني أنا ما قاعد أبين سلبيات المشروعات السياحية كشركة، يعني أنا اللي أقصده أن إحنا ودنا أن تقوم مشاريع سياحية بالكويت إن شاء الله. وإحنا ككويتيين ووافدين موجودين بالكويت نستفيد منها، هذا القصد يعني. جميل. ذكرت قبل شوي بأن كثير من مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي يتواصلون معاكم عبر هذا التطبيق وإن وين نروح وين كذا، يعني في شيء إيجابي بالموضوع إن في ظل ما في أماكن يعني أو ما في أشياء سياحية جاذبة عندنا بالكويت، إلا أن كثير من دول مجلس التعاون الخليجي تقصد دولة الكويت للزيارة والسياحة والاستمتاع عندنا هنا، فشنو أكثر شيء يسألون عنده يعني أو يسألون عنه؟ والله الأمانة يعني إحنا الأماكن المتوفرة عندنا يعني بسيطة يعني ما تتعدى. لكن ما شاء الله في عدد كبير يسأل يعني. نعم 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 أكيد، يعني هو دائما الشعب الخليجي يعني يحب يزور الكويت يعني يطلع على مثلا ثقافة الكويت، يعني إحنا الحمد لله يعني عندنا مجمعات ترى ممتازة. صحيح. والمطاعم ممتازة، والحين يعني في دار الأوبرا فتح
ويعني مركز الثقافي نعم يعني ومركز عبد الله السالم الثقافي يعني هذه اماكن وجههم ميون نعم جاذبه للخليجيين والسينمات عندنا قطع السينما والمسارح عندنا المسرح نعم كذلك نعم نشطين الشباب في المسرح نعم نعم لا في 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 يعني بوتنشل يعني في الناس ودها تجي الكويت يعني الكويت يعني ارض خصبه ايه ممكن ان احنا نعمل فيها اشياء سياحيه وافكار كثيره عندكم افكار غير انشاء مثلا اماكن ترفيهيه يعني عندكم افكار ثانيه انتم كشباب يعني احنا مثلا بالكويت يعني مثلا استغلال الجزر مثلا نستغل جزيره من الجزر لو نعطيها مثلا شركه من الشركات هذه اللي قاعد تبني فيلل بتايلند يعني فيلل اللي هي فيها حمام سباحه برايفت نعم برايفت خصوصي شيء خاص خاصه ان احنا يعني كشعب كويتي شعب محافظ نعم وهم من كشعوب خليجيه يعني ممكن ان هذا الفندق او هذا المنتجع اللي راح يصير بالجزيره بأحد الجزر نعم راح يولى الناس من برا راح يولى الخليجيين واحنا ككويتيين هم راح يحجزون منه في نفس الفكره اللي طرحتها ببعض الدول الخليجية وناس تقصدها نعم نعم ما تلاقي حجوزات طيب خلينا نتحدث عن هذا التطبيق يعني شو اللي يميزه عن غيره شنو هو بالضبط نعم وكم عمره تطبيق تذكرة هي يعني كفكرة كانت فكرة شبابية قبل خمس سنوات نعم. احنا ثلاثة شباب كويتيين تقول بديتوا من سرداب انا هو السرداب اللي بديتوا منه والله واحد من احد الشركاء من سرداب بعدين الشباب قال لك احنا ثلاثة وابتدينا من سرداب السرداب في افكار عجيبة يعني هو طبعا يعني احنا كبدايتنا وواحد احد شركاء انا نوجه له تحيه خالد الهيلع العازمي هو عند يعني عندهم سرداب ببيتهم فيعني لما بلشت الفكره والدته الله يحفظها حطت لنا لوحه وحطت لنا اقلام وقعدنا نرسم فكره مشروع تذكره فيعني بلشنا من السرداب هذا يعني وانطلقتوا قبل وانطلقنا خمس سنوات يعني إيه يعني احنا من الخمس سنوات حطينا الافكار رحنا بعدين اشتغلنا مكتب سياحه وسفر تقليدي نعم شفنا ان مكاتب السفر التقليديه فيها يعني امور يعني مثال مثلا بالصيف تلقى مثلا مكتب سفريات 10 موظفين بس تجي 100 مكالمه باليوم ما يقدر يتحمل الضغط هذا نعم. وطبعا في نقاط اخرى فقعدنا نحط نقطه ورا نقطه ورا نقطه قلنا شلون راح نحل هذه المشاكل لو انتم وضعتوا السلبيات نعم. وكيف انتم تقضون على هذه السلبيات نعم حطينا السلبيات وحطينا يعني سوينا بعدين ريسيرش وبحثنا بالامور هذه شنو الحلول اللي موجوده برا شنو اللي يعني العالم وين وصل بمجال السياحة والسفر فاتضح لنا أن الكل قام يتحول للتجارة الإلكترونية إذا اطلعتوا على تجربة الغير ببعض الدول في عملية السياحة والسفر السياحة الإلكترونية وحلت هذه السلبيات يعني طبعا كتطبيق الكتروني يقدر يستقبل 100 عميل 200 عميل بنفس الوقت بنفس اللحظه اذا هذا احدى السلبيات اللي قضيتوا عليها نعم لايجاد حلول للناس اللي خلاص ما في ازعاج او ما في انك تلاقي خط مشغول او ما تلاقي موظف يرد عليك تطبيق يستقبل ويتحمل اكثر من 200 نعم أكثر, اكثر 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 يعني الحين الحمد لله احنا يعني خلال الخمس سنوات يعني يوميا الحين 12,000 زياره للتطبيق يعني الحمد لله ممتاز من داخل الكويت برا الكويت يبين من داخل الكويت وبرا الكويت نعم. شنو ايضا من السلبيات اللي قضيتوا عليها يعني السلبيه الثانيه طبعا اللي هو يعني مثلا انت مكتب سياحه تقليدي يعطل فترات الاجازه الفترات ساعات العمل راحه العمل فيعني مثلا عميل طلب انه يغير تذكرته الان مثلا او طارت عليه الطياره بالساعه 3 العصر والمكتب السفريات مسكر نعم فشلون راح يحل المشكله ما راح يقدر يحل المشكله فهمت قصدي نعم. فاحنا الحمد لله يعني حطينا كول سنتر 24 ساعه موظفين وعلى مدار الساعة بالعطل بالأعياد بالأمور يعني حتى يتعرف على المشكلة أم يحل المشكلة مباشرة يتعرف ويحل المشكلة عطني مشكلة حصلت مثلا وحلتوها يعني مثلا عميل طارت عنه الطيارة الساعة 3 الفجر وهو بتايلند حلو يتواصلوا ويانا طبعا احنا عندنا خط ساخن وعندنا واتساب فيتواصلوا ويانا عن طريق الواتساب عشان يوفر المكالمات الدوليه بنفس اللحظه حجزنا له تذكره بعد ساعتين
فهمت قصدي؟ فهذا احنا حلينا مشكلة والدفع الانفتاح بعدين يعني او في لا حينة. نقدر ندز له رابط عن طريق التطبيق ويدش ويدخل الكينة ماله او الفيزا ويدفع وعلى طول حلته مشكلته وحلينا مشكلته على طول. نعم نعم هذا يعني هذا في تعليقات في تقييم في الامور هذه كلها. نعم الحمد لله يعني نفس ما قلت لك مساعه ان احنا يعني زيارات وصلت ل 12000 يوميا. التطبيق نزلوه تقريبا فوق نصف مليون شخص تقريبا من دول الخليج والكويت، بس طبعا الاكثريه بالكويت. ممتاز ممتاز. خلينا نتكلم ايضا شنو يتميز فيه هذا التطبيق عن غيره. نعم. من التطبيقات كيف انه يجذبني واني اشترك في هذا التطبيق، وشنو السياحه اللي يتكلمون عنها يدعمون السياحه في بعض الدول المختلفه كذلك ويعطيني بعض المعلومات، وش اللي يفرق عن محرك البحث مثلا؟ انا ممكن ادخل على جوجل واستفسر عن اي بلد، هم شو اللي يميزهم عن غيرهم؟ بعد الفاصل. مساك الله خير اخوي عبد الرحمن مره ثانيه وحياك الله. كنا تحكى بالفاصل ونتكلم ودي المشاهد يعني يتشارك معنا في هذا الموضوع اللي احنا نتمنى الامانه من بعض وزارات الدوله انها تخصص يوم للشباب لاستقبال الافكار. انا ما ابي استقبله اقول له تعال شنو مشاكلك ولا شنو السلبيات اللي شفتها عندنا، تعال قول والله انتم فيكم، لا لا لا، استقبال افكار ايجابيه. شنو عندك افكار ايجابيه تطويريه لهذا القطاع؟ تعالوا خلينا نقعد نسمع منكم. اي قطاع كان في البلد، اللي بالماليه، اللي بالعدل، اللي بالاعلام، اللي بالسياحه، اللي بالنفط، اللي غيره، تعالوا خلينا نسمع منكم. يوم يخصص بالشهر مو كل اسبوع، لا احنا ندري ما شاء الله اشغالكم كثيره كمسؤولين بارك الله فيكم، لكن بالشهر على الاقل يوم يخصص للشباب، مسرح كل وزاره ما شاء الله عندها مسرح خاص فيها. تعال يا ابو اقل شنو عندكم من افكار ايجابيه؟ ما نبي سلبيات، ما نبي تقول انا شنو عيوبك كقطاع، لا اخوي انا ابي اسمع منك شنو الافكار اللي ممكن تفيدني وتفيد البلد وتفيد المواطن وتفيد المقيم وتخليني في المقدمه. واعتقد ان احنا يعني ناقشنا نعم بهذا نعم الموضوع. نعم نعم يعني ويعني متم على كلامك فور فري، ما من الشعب ما يبي شيء، يعني احنا كشباب ترى احنا ما نبي شيء، احنا نبي ان الدوله تنتعش سياحيا. يعني انا صحيح. اتكلم باختصاصي ان انا نبي قطاع السياحه ينتعش. يعني في ناس المبالغ اللي قاعد تصرف على قطاع السياحه والسفر في الكويت لمكاتب السفريات، يعني اخر احصائيه انا قريتها تقريبا فوق ال 4 مليار دينار كويتي. مليار مليار دينار كويتي، 4 مليار دينار كويتي تصرف من المواطنين المقيمين على الحجوزات اللي برا، ما بين فنادق وتذاكر ومواصلات كل شيء كل شيء. والله هذا رقم بسيط يعني ميزانيه نعم الدوله. نعم 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 يعني انت طبعا عندك الوافدين يعني هم القطاع الاكبر لانه يسافرون مره بالسنه او مرتين بالسنه، ففي مبالغ يعني تصرف. ف يعني هذه المبالغ اللي قاعد تصرف ليش ما تصرف في الكويت؟ وممكن عوضها من خلال الصلاه يعني. نعم تكلم نعم هذا نعم اليوم. نعم تطبيق تذكره ايش اللي يميزه عن غيره؟ انتم في معلومات ايضا تضعونها بهذا التطبيق، معلومات سياحيه. نعم نعم. شنو المعلومات اللي بالضبط موجوده؟ للامانه يعني الحمد لله يعني احنا طبعا من بلشنا التطبيق وقاعد يجينا يعني تجينا فيدباك ان مثلا حطوا هالقسم هذا القسم هذا، فواحد من الاقسام اللي حطيناها اللي هي المعلومات السياحيه. يعني مثلا نشرح عن مدينه برشلونه وين اماكنها السياحيه، شلون تستخدم السيارات اللي هناك او الترام والامور هذه. شنو مصادركم المصادر يعني ايش اللي يثبت لي ان معلوماتكم دقيقه؟ نعم طبعا احنا ناخذ من مواقع الحكوميه مالت الدوله نفسها، بالاضافه الى يعني في المواقع اللي هي معروفه عالميا بس ما فيها عربي مثل تريب ادفايزر واخره، يعني يكون فيها معلومات موثوقه ويعني موثقه يعني من وفي صور موجوده. نعم صور وناخذها ونترجمها ونحطها بطريقه مبسطه. تتعاونون مع السفارات اللي بالكويت هنا مثلا لكم تعاون معاهم في اضافه بعض المعلومات ايضا القانونيه؟ نعم نعم يعني تقريبا نتعامل مع كل السفارات اللي موجوده هنا بالكويت،
واي معلومه يعني مثلا اذا عندنا عميل مثلاً نعم نعم يعني يتصل علينا يسالنا مثلا عن فيزا بريطانيا، وايد يسالون عنها انه قبل 24 ساعه ولا 48 ساعه من الرحله، نبلغهم هي قبل 48 ساعه يعني بلغنا ايش قدر الفيزا هذه شو الطريقه 48 ساعه قبل الرحله لازم لازم اي لازم، اذا تعدت يعني ما ممكن قبلها فتره ايضا 10 ايام ما في لكن ما في مشكله اقصى 48 ساعه 48 ساعه استخراج الفيزا نعم نعم متوفر عندكم بالتطبيق متوفر عندنا بالتطبيق تقدم على الفيزا تقدم على الامور هذه يعني احنا شملنا سهلين ولا معقدين حطني ما شنو عطني رمز المدينه عطني رمز ما البريد ما يعني تفاصيل كثيره عالجتوا هذه المساله نعم هذا سبب نجاح التطبيق ان بسطنا الأمور وخليناه بالعربي خاصة بالعربي أنك أنت تدش تحمل التطبيق تحط المدينة اللي تبي تسافر منها تسافر إليها تختار رحلتك بشكل مبسط يروح بعدين تدخل الأسامي بعدين تختار طريقة الدفع تدفع حتى ما يحتاج لا تطبع التذكرة ولا تسوي شيء والأسعار تختلف يعني عندكم أسعار خاصة فيكم أنتم كشباب نعم أسعار خاصة فينا نعم أسعار خاصة فينا يعني الحمد لله احنا الله وفقنا وقمنا يعني نبيع تقريبا يعني بالبداية كانت عدد التذاكر قليلة يعني الحين وصلنا فوق 100,000 تذكرة بالسنة الحمد لله يعني تعاونكم يعني مع خطوط مختلفة يعني نعم في كل في جميع في مصداقية في عملية الإصدار نعم نعم فالخطوط نعم في ثقة وجميع الخطوط تقريبا يعني معطيتنا سعر خاص لنا يعني في التطبيق فيعني هذا شيء الحمد لله طيب ممتاز اليوم التطبيق كيف تصنيفه يعني وضع من ضمن باقي التطبيقات والسفريات المختلفة يعني الحمد لله احنا التطبيق يعني يعتبر من افضل التطبيقات اللي موجود بالكويت عشان تطبيق يعني تقول كذي ولا لا لا يعني احنا نقارن مع الاحصائيات اللي موجوده اي نعم اي فالحمد لله يعني احنا نعتبر من افضل يعني مو يعني يعني هو طبعا في تنافس في تنافس صحيح موجود يعني وهذا سوق مفتوح عدل بس يعني احنا الحمد لله يعني يعني مكاننا طيب شنو العقبات اللي تواجهكم اليوم في مثل هذا الموضوع؟ والله للأمانة غير قطع السياحة تحكينا عنه لكن عقبات كعمل نفس هذا العمل مثلا مشاكل والله شوف يعني الحمد لله الحمد لله يعني قبل 5 سنين الوضع غير عن الحين يعني كوزارة تجارة وزارة شؤون ما شاء الله عليهم وزارة التجارة يعني بارك الله فيهم كل يوم عن يوم يفاجئونك بأمور أبسط منها تخيل بيوم واحد رخصة تطلع رخصة أي والله بيوم واحد قبل أشهر الحين يوم واحد تطلع رخصة تكتب شيء يعني بارك الله فيهم الأمان أي والله الله يعطيهم العافية صراحة ونوجه لهم تحية للكل والقائمين على وزارة التجارة يعني الأمانة صار سرعة في التعامل تجديد الرخصة إصدار الرخصة كل الأمور يعني هذه يعني أونلاين ما يحتاج حضورك فيعني هذه يعني كانت قبل عقبة الحين لا الحمد لله يعني تمشت الأمور وزارة الشؤون قبل وين وين عشان تطلب مثلا يعني أو تطلع فيزا حق عمال عمالة من برا الحين لا الحين فتحوا مكان اسمه المشاريع الصغيرة إدارة المشاريع الصغيرة موجودة بالصديق ممتاز سهلين كل الأمور يعني يقولون حتى المشاريع الصغيرة لهم يعني مكان خاص فيهم مكان والاستقبال خاص يعني أمور مريحة جدا وانتم تعاملتوا مع هذا الامر جداً من باب الاحتكاك نعم تعاملنا ما صار لنا تقريبا 6 اشهر 8 اشهر وين كنا وين صرنا لا 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 سهاله 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 مو طبيعيه يعني الأمانة الله يعطيهم العافية يعني صراحة يعني اللي سمعته أن كل الجهات أمامك موجودة نعم الداخلية الشؤون التجارة كل كلهم يعني الشباك كل الواحد شيء مكان واحد أنت تخلص أمور الداخلية العدل التجارة تطلع الفيز تخلص أمورك كلها داخل هالإدارة هذه ما تطلع برا ويوم واحد ممكن انك انت تخلص لك 3 معاملات 5 معاملات ما عندك اي مشكله فيعني الحمد لله يعني كان في عقبات نعم بس الحين زالت لا يعني ما قصروا الصراحه يعني شيء طيب اي يعني الحمد لله طيب المستقبل وين رايحين توجهكم والله شوف يعني بالمستقبل احنا نتمنى كشباب كويتيين ان يعني مثل ما مثلا booking.com معروف طبعا هذا تطبيق عالمي يمثل هولندا اكسبيديا يمثل امريكا ودنا احنا تطبيق تذكره يمثل الكويت بالخليج بالسعوديه بالامارات بالوطن العربي ودنا ان يعني مثلا لما شخص خليجي او عربي يحجز من التطبيق هذا تذكره يدري ان هذا تطبيق كويتي
يعني هذا احنا هدفنا ان نتوسع ونوصل للعالمية ان شاء الله يا رب، وتقدرون ان شاء الله وقدها وراح تصلون للعالمية باذن واحد احد ان شاء الله ان شاء الله. ختاما، اكثر الجهات المطلوبة عندكم؟ والله هالسنة هذه تركيا كانت يعني نمبر 1 صراحة، التذاكر يعني وصلت لدرجة ان ما في عودة، الناس يعني تبي ترجع حق دواماتها، تبي ترجع حق يعني مثلا واحد طارت عنه الطيارة نحجز له بنغير له انه يرجع مثلا 7/11 سبتمبر كله فل. تركيا كانت نمبر 1 يعني هالسنة هذه. الوجهة الثانية طبعا شوف وجهات الخليج هذا بشكل دوري، بشكل دوري يعني كل اسبوع كل ويكند هذا يعني شغاله هذه، بس يعني كسيزن لا كانت تركيا والقاهره. القاهره نعم، القاهره كانت يعني نصيب الاسد فيها بعد. نعم نعم، يعني القاهره تركيا كذي. هذا التطبيق عندكم؟ نعم هذا عندنا. نعم نعم اخصائيات. اسال الله ربي يوفقكم ان شاء الله. وسعد جدا شرفت باللقاء معك كذا من كلمه بالختام. والله الامانه يعني نوجه تحية لوزارة التجارة، وزارة الشؤون، وصندوق المشاريع الصغيرة. يعني احنا ما شاركنا بالصندوق لكن قاعد نسمع ان مسهلين وايد الامور، وايد الاجراءات بسيطة. الله يعطيهم العافية. نعم. ويعني واوجه رسالة ثانية حق الشباب الكويتي، يعني اقول لهم ابدأ مشروعك، الكويت فيها خير. وتقدرون انتم تبلشون مشروعكم وما في خوف عليك، يعني لا تخاف من الخساره، لا تخاف من الضمان الوظيفي، لا ابدا مشروعك، الكويت فيها خير وان شاء الله ان هالخير هذا راح يستمر لسنين طويله. فاي مشروع عندك بلش فيه. هذا يعني رسالتي للشباب امانه يعني. بارك الله فيك. الله شكرا اخوي عبد الرحمن الخرافي مؤسس تطبيق تذكره للسياحه، شكرا لك. الله يسلمك. شكرا كل شكر ضيفنا الكريم. بعد الفاصل مستمرين معكم ان شاء الله. أنا كويتي وقلبي كويتي وأحب الكويت، والكويت دائما ما شاء الله تبارك الرحمن ولادة وإعدادة دائما على تحقيق هذه المراكز. المركز الأول في المحافل الدولية بعد توفيق من الله عز وجل كان آخرها، وأول فوز وهو فوز الرامي الآسيوي البطل الآسيوي بطل آسيا منصور الرشيدي بذهبية مسابقة السكيت في دورة ألعاب الآسيوية ل 2018، وحققت الكويت هذا الإنجاز للمرة الرابعة على التوالي، حيث سبق للرامي عبد الله الطرقي التتويج بالذهب في آخر 3 نسخ من هذه الدورة. وأيضا الذهب حق منه راح؟ الذهب عندنا يمكن اليوم 6 ميداليات حققناها. حسين المصري ألف مبروك برونزية الكراش، وكذلك أحمد المسفر الفضية، وأيضا عيسى الزنكوي البرونزية ألعاب القوة، وأيضا علي الشطي ذهبية الكاراتيه، والفارس علي الخرافي ذهبية الفروسية. ألف ألف مبروك يا عيال الكويت ولا غريب عليكم. وأيضا بنات الكويت كذلك عندهم ميداليات كثيرة متنوعة مختلفة. لكن اليوم معي ضيوف الكرام، واليوم معانا الرماية وأبطال الرماية، وعلى رأسهم بطل الرماية والداعم لهذه الرماية رئيس الاتحادين الكويتي والعربي المهندس دعيج العتيبي. مساك الله بالخير، حياك الله يا هلا مرحبا فيك، وألف ألف مبروك. مبروكين، مساك الله خير. مبروكين، الله يسلمك. تفضل تفضل تفضل، حياك الله. وأيضا معانا اليوم البطل، بطل الذهب اللي هذه الميدالية فرح فيها الكويت وفرح فيها شباب الكويت وأهل الكويت وحريم الكويت ورجال الكويت والكبار والصغار، واللي لهم بالرياضة واللي ما لهم بالرياضة، واللي كانوا مستائين من الرياضة اللي أنا فرحنا في ظل يعني الرياضة اللي أنتم عارفينها، لكن الفرحة كبيرة الأمانة. مشكور يا منصور وبارك الله فيك أنت وباقي زملائك على هذه الفرحة اللي رسمتوها على هذه البلد اللي تستحق منا الكثير، ونرحب في بطلنا بطل آسيا منصور الرشيدي. حياك الله منصور، ألف ألف مبروك. الله يبارك عمرك. هذا بس شيء بسيط يعني نقدمه لك منصور من الراي. استاهل، حيو عاد مصورين هني شبابنا وكنترولنا، وهذه ميداليتك اللي فعلا
اللي حققته حق الكويت اللي فعلا تستاهله بكل جداره. الف الف مبروك منصور. الف الف مبروك. الف مبروك. تفضل طال عمرك. بهذه الفرحه راح انتقل معاكم الان ونشوف معاكم هذا التقرير ونرجع لكم ان شاء الله مع ضيوفنا. ما في شك لله الحمد، البطل منصور الطرقي الرشيدي حقق الميدالية الذهبية المركز الأول في بطولة جاكرتا، وهذا الإنجاز يعني لله الحمد يكون أول اتحاد رماية الكويتي، أول اتحاد يرفع العلم والنشيد الوطني في هذا المحفل الآسيوي الكبير بعد رفع الإيقاف. ونحن سعداء في اتحاد الرماية بهذا الإنجاز الكبير، ونتشرف بإهداء إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي. دعم الهيئة دائما بتواصل، أي جهة تقوم بالمشاركة تحت العلم الكويتي الهيئة تحت توجيهات القيادة السياسية ما تقصر في هالشمار، وإن شاء الله متواصلين في الدعم هذا في أي جهة تشارك تحت العلم الكويتي. طبعا نتيجة منصور سعيدين فيها جدا الصراحة، لأن منصور من الأبطال الجدد اللي طالعين يكمل مشوار أخوانه اللي سبقوه، والحمد لله صار عندنا مجموعة كبيرة من الشباب خصوصا الناشئين اللي احنا نفتخر فيهم الصراحة انهم ذيلي مستقبل الرماية في بلدنا الكويت، انه يحققون انجازات تتواصل، لان احنا دائما من الدورات الآسيوية الكويت تحقق الذهب، وخصوصا رماية سكيت هذه رابع سنة رابع دورة ناخذ فيها اللقب. باسم سيدي سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح، سيدي معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل أحمد الصباح، جميع منتسبي الحرس الوطني، نبارك للقيادة السياسية الممثلة سيدي حضرة صاحب سمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيدي سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بمناسبة فوز بطل الرماية منصور رشيدي في أولمبياد جاكرتا 2018، وهذا الفوز المشرف للكويت وللحرس الوطني بشكل خاص. بهذه الفرحة أحبابنا أرحب بداية برئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية المهندس دعيج العتيبي، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. حياك الله، يا هلا مرحبا فيك وألف ألف مبروك. الله يبارك فيك وجزاك خير ورحم والديك. يا هلا مرحبا، وأيضا أرحب ببطل آسيا البطل الرامي منصور الرشيدي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا مرحبا حياك الله وألف ألف مبروك عليكم على استضافتكم لي. بالعكس أنتم اللي نعم الله عليكم وأنتم المشكورين، وألف ألف مبروك من تألق لتألق إن شاء الله. أشكرك. إن شاء الله. أبتدي معاك مهندسنا في هذه الرحلة الطويلة اللي هي متتالية ما بدت بالأمس، ولكن هي عبارة عن سنوات طويلة من الجهد اللي بذلتوه حتى ما شاء الله يعني وضعتونا بهذه المقدمة، وليس أول مرة أن نكون نحصل على الذهبية في البطولات العالمية والأولمبية وغيرها، لذلك أترك لك التعليق في هذه البطولة تحديدا، شعورك أنت على المستوى الشخصي وأثناء يعني منصور أثناء المنافسة والتجهيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يجزاك خير على اطرائك ومقدمتك لنا، وان شاء الله ان احنا نستاهل وقدها الاطراء هذا، لكن الرمايه الكويتيه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني حظيت باهتمام كبير من الدوله، من سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، ومن سمو ولي عهد الامين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح،
من يعني القيادة السياسية يعني بشكل كامل، وتمتعت في يعني رعاية كبيرة، ولله الحمد يعني حققت إنجازات كبيرة على من تأسيسها. النادي تأسس في 1994 برئاسة معالي الأخ الشيخ سلمان صباح السالم محمود الصباح وإخواننا اللي كانوا معاه في ذاك الفترة، وتشرفنا بالتعاون معاهم في ذاك الفترة، ووضعنا يعني ذيك الفترة أسس ما زالت الحمد لله ماشية، والإنجازات لها الحمد من أفضل إلى أفضل. صحيح. وإن شاء الله تستمر الإنجازات. بالنسبة للمنصور إحنا طبعا كلنا فرحنا، وأنا شخصيا يعني كنت بلندن، ولما بلغونا أن رفع الإيقاف عن مشاركة الكويت في الآسياد كلموني اللاعبين قالوا ودنا نشارك، ما كنا الصراحة مستعدين، فطبعا مدام في علم الكويت وافقنا عليهم وشاركوا، وأنا اتجهت من لندن لحقت عليهم هناك. والحمد لله يعني منصور لله الحمد يعني بطل جديد، صار له سنتين دائما ينافس حق المراكز الأولى، وكنا متفائلين. يعني كان لك رؤية خاصة في منصور؟ كنت يعني متوقع منه شيء؟ يعني منصور راح يسوي شيء؟ أنا صراحة متوقع الجميع يسوون شيء، لكن منصور وضعه يختلف عن باقي زملاء الثانيين. يعني يمكن زملاء الثانيين كانوا محققين إنجازات قبل في الدورات الآسيوية، منصور أول مرة يحقق في الدورة الآسيوية، أول مشاركة له، أول مشاركة له يحقق فيها. منصور يعني الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله يتم له دائما، يعني متجه اتجاه قوي، ويعني يمكن فاجئ حتى اللي موجودين، يعني مثل آخر واحد الصيني اللي كان يتنافس معاه على المركز الأول والثاني، يعني يعتبر من يعني أعظم الرماة الموجودين حاليا على مستوى العالم، صاحب خبرة وطويل مصنع، لا الحمد تمكن منه منصور بقوة، يعني نافسه كذا دش معاه براج تعادل، كسر التعادل وفاز عليه الحمد لله. منصور مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. وانت تنافس زميلك من 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 من, من الصين، كنت يعني تحاول، يعني عندك أمنيات خاصة، كان عندك حديث خاص، كنت تحاتي شيء معين؟ خلينا نتكلم بهذه الجزئية. يعني والله أول شيء أنا يوم شاركت في البطولة الألعاب الآسيوية يعني بفضل الله كنت جاهز ومحقق الميدالية الذهبية قبل لا أوصل هناك. شلون؟ لأني كنت جاهز يعني 100%. ولكن صار مشاركتنا عملها فيها ضعيف حيل، وفضل الله يعني في آخر الوقت، في آخر اللحظات تبع الفريق وشاركتوا. اي شاركنا، وحنا كنا مجهزين حق بطولة العالم، يعني بطولة العالم اللي فيها أربع مقاعد للكويت للعالم حق تأهيل الأولمبياد. تأهيل الأولمبياد 2020. فصادفت هذه اللي يقول على طريق وياك البطولات، والحمد لله يعني وما قصر ابو خليفه، يعني عطانا الموافقه في المشاركه. جميل، ومشكورين ما قصروا. كلمنا شلون كنت مستعد حق هذه البطوله 100%؟ شلون كنت مستعد لها؟ يعني لان انا اقول لك كان عندنا المعسكرات، كنا نسوي معسكرات، وشاركنا في تصفيات ايطاليا. يعني ايطاليا كانوا يبون يختارون افضل ثلاث رماه لهم عشان يشاركون في كوريا الجنوبية. فحنا كنا مشاركين وياهم بطولتين. وبفضل من الله يعني أخذت بطولة فيهم الثاني. دشيت وياهم فاينل وأخذت الثاني. وعلى أبطال يعني سابقينك بمشوار طويل، يعني اللي معاك كانوا، اللي ما حققت أنت المركز الثاني. الإيطاليين يعني هم كانوا من 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 يعني أنا أفضل رماة العالم، لأنهم كانوا يعني عندهم تقريبا فوق 1000 ميدان. ما شاء الله حققت المركز الثاني. حققت المركز الثاني وجيت بطولة ثانية مثل الوقت واخذت الخامس، دشيت شتوف على الفاينل، وهم جيت بطولة ثالثة واخذت الثاني وياهم. وهذا كله من ضمن الاستعداد لهذه البطولة، هذا او لبطولة العالم، ولكن جاءت الأسياد في حين رفع الإيقاف. صحيح. فسبحان الله صادفت، وللأمانة كان يعني للأمانة قبلها بسنة احنا كنا مجهزين للامانه ان المشاركه في جاكرتا في بطوله العالم، مسوين تصنيف في الكويت انا ويا اخواني الرماه، طبعا من اداره النادي اللي حاط الجدول هذا، ان افضل رماه اثنين هم اللي شاركون في جاكرتا وبطوله للامانه. مصر كانت منافسه صعبه ولا؟
والله يعني كم نسبة الصعوبة يعني كنت تتوقعها بهذه الصورة أم كانت لا والله للأمانة كانت المنافسة صعبة حيل لأن احنا جيناهم وقت متأخر نعم لأن هم صارهم فوق 10 أيام و 15 يوم موجودين هناك مهندسنا تدربونهم على الارتباك تدربونهم على العامل النفسي في عندكم تدريبات في هذا الأمر والله احنا يمكن في الجانب هذا ما عندنا الصراحة يعني يمكن ما عندنا طبيب نفسي ولا عندنا تدريب نفسي لأن يعني يمكن قبل 15 سنة تقريبا نعم كلفني الشيخ سلمان أني أشوف إذا في مجال أن نجيب دكتور نفسي مثل المنتخبات اللي نعم كل المنتخبات يعتبر في هذا الأمر حتى يعني بين اللاعبين نافسة يساعدهم نوعا ما يعني بالضبط. تجهيز وأن تحت الضغوط شلون يقدر نعم. وكان في دورة العلاج النفسي وكان يحاضر فيها بروفيسور إيطالي نعم. وشاركت فيها أنا رحت شاركت في الدورة هذه بس عشان أني ألتقي مع البروفيسور وأحاول أني يعني أشوف إذا في مجال أنه يرشح لنا حد فلما قعدت معاه قال لي أنتم يمكن الحين وضع أنك تجيب ناس الحين يمكن مو بالضرورة يكون شيء إيجابي لأنكم أنتم بعد مسلمين وعندكم قناعة في أن كله يعني توفيق من رب العالمين وهذا فهذه شيء زين لكم بنفس الوقت ومعظم لاعبينكم ما يتكلمون إنجليزي تمام والشيء النفسي هذا يبي واحد يعني مثل أنا إيطالي مع الإيطاليين لكن لو أروح حق الإنجليزي يمكن ما يفهموني تمام والشغلة النفسية هذه لازم يعيش معاه يعني فشغلة شوي بتاع. فيها تعقيدات ايه. شوي نعم. فممكن ما تكون يعني إيجابية أنا سويت تقرير وبلغت وقتها الرئيس كان أبو صباح نعم. قلت له ترى هذه لها محاذير ولها خطورة إذا تبينا نشوف من الكويت قال بالكويت ما في يعني كان الناس متخصصين في المجال في يعني. ذاك الوقت ايه. وبعدين حنا يعني على كلام البروفيسور يعني إنه أفضل نخليها على طريقها هذا نفس الطريق بس اللي عندنا الشغلة الثانية المهمة نعم بالمجال هذا مدام نتكلم بالنفسي احنا عندنا نسوي مثل طريقة يعني في يعني الرماية أرقام والرامي اللي يحقق الأرقام هذه ويقدر يحافظ عليها تحت الضغوط النفسية هو دائما يكون مميز نوع من التحفيز البدو يقولون على الخيل السابق تطلعها يمناها الفرس السبوق تطلعها فالفارس أو المنافس الرامي الشجاع اللي يقدر ينافس أثناء الضغوط النفسية يعني مثلا منصور شجاع يعني أنا أقول لك يا بطل شجاع عندنا إحنا أبطال شجعان نعم يعني عندنا عبد الله الطرقي مثال يعني من أقوى وأشجع الرماة فهيد الديحاني من أشجع الرماة اللي ينافسون بالفاينل صلاح المطيري عبد الرحمن الفيحان خالد المضف سعود حبيب عندنا يعني أحمد العفاسي وأخوه قبله زميله السابق حمد اللي اعتزل مجموعة كبيرة ما أقدر أعدهم كلهم بس ذيلي ما شاء الله عليهم يعني لما يجون الفاينل ما عندهم مشكلة ما شاء الله أسماء قدوات يعني حتى أنا كلاعبين تشوف أمامك أسماء يعني لامعة واحد يتمنى يعني يكون كلهم يعني والحين الزين إن عندنا جدد شباب مثل المنصور قاعدين يكملون مسيرة إخوانهم اللي سبقوهم قبل وقاعدين يدشون بقوة وينافسون وحتى لما تجي يعني البطولة بصوب يطلعون أفضل ستة هني تصير بطولة جديدة بين الستة ذيلي يبدأ من الصفر فعشان يعني إذا أي واحد ضعيف شوي أو عنده ارتباك أو هذا ممكن ينهار أرقامه كلها تنهار منصور ما شاء الله يعني دش يعني هذا صار الجو هواء وصار مطر وصار يمكن بالتصوير مبين واضح نعم صح. لكن الحمد لله كان ثابت لا انا اقول لك ما شاء الله وراثه هم ماخذينها بتعرف على الوراثه هذا وتعرف على نوع السلاح اللي استخدمه وايضا الدعم مهندسنا كذلك مهم جدا للرياضات المختلفه عندنا بالكويت في ظل عدم وجود يعني في خلل بالرياضه نوعا ما نبي نتكلم بعد الفاصل ان شاء الله في ظل يعني الشح في عمليه الدعم هل الدعم كافي اليوم للرمايه في ظل هذه الانجازات مقارنه بباقي اللعبات المختلفه كلها لان نادي الرمايه ما شاء الله تبارك الرحمن من انجاز الى انجاز ومن تميز الى تميز بعد الفاصل راح نتعرف على بعض النقاط سلبيه وشنو ايجابياتها خلكم ويانا مهندس دعيج يعني الكثير من اللاعبين يتذمر من عملية لا يوجد دعم في الأندية
أتكلم عن الأندية المختلفة والرياضات المختلفة وخصوصا الألعاب الفردية، ما في دعم، ما في تشجيع، ما في غيره. اليوم شنو الوضع عندكم في نادي الرماية؟ والله أنا بالأندية ما أقدر أتكلم عنها، بس عندنا بالرماية اللي أحس إنه فيه اهتمام كبير من الدولة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة والأخ حمود فليطح، دكتور حمود فليطح الشمري، وقبله الله يذكره بالخير معالي الشيخ أحمد المنصور. اهتمام كبير من لنا إحنا كرماية. طبعا نحتاج أكثر، أكيد كل رياضة تحتاج أكثر، وكل ما كان في دعم أكبر كل ما، بس إحنا فضل الله عندنا أفضل ميادين في العالم، أفضل مدربين بالعالم، نشارك في كل الدورات. أنا أشوف إن الرماية الحمد لله يعني ماخذ حقها في هذا الجانب إن شاء الله، ونطمح إن شاء الله للأفضل إن شاء الله. طيب وأبنائكم ومنتسبين النادي مكافآتهم، هل فعل مكافآتهم على المستوى وعلى القدر المطلوب اللي هم قاعد يحققونه ينجزونه؟ والله هم يستاهلون مكافآت أكبر، بس إحنا بالنادي مثل البطل منصور مقررين من زمان اللي يجيب بطولة آسيوية مثل هذه ل 10,000 دينار كمكافأة مرة واحدة، مكافأة له. نعم. طبعا الهيئة تكافئة، ونتوقعين احنا طبعا دائما احنا نتشرف بعد ما نجي من اي انجاز كبير سواء اولمبيا او بطولة عالم ان نلتقي مع سيدي حضرة صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء. نعم. مسؤولين بالدولة يستقبلوننا في بالجدول عندكم جدول المواعيد في ان شاء الله مقابلات مع يعتمد طبعا على تجهزون هذا الامر يعتمد يعني. اذا دعونا نتشرف طبعا، اذا هذا نتشرف بالسلام على المسؤولين. نعم. واستماع لنصائحهم وتوجيهاتهم. ودائما القيادة السياسية تدعم الفائزين وتدعم المشاركين. جيم انتم كنادي هل في مكافآت ثابتة شهرية؟ خل مكافأة البطولة. نعم في عندنا احتراف في معاش راتب احتراف جزئي حق اللاعبين. طبعا اعطونا عدد صغير لكن موعدين ان شاء الله في المستقبل انه يكون عدد اكبر. فعندنا احنا احتراف. الاشتراطات مو صعبه مهندس دايش؟ اشتراطات الاحتراف اللي يحصل على لا بالعكس احنا تمام الاحتراف معانا، انا اشوف انه زين. هم طبعا اللاعبين يبون اكثر ان شاء الله يستاهل. منصور خلينا نتكلم على العائله الكريمه. وانا قلت هذا الامر انه وراثه في عمليه الرمايه. متى بدا معك؟ بدا وياي يعني الرمايه من عمري 5 سنوات. خمس سنوات. تتذكر أول سلاح استخدمته؟ الوالد الله يحفظه ويخلي لنا إن شاء الله. آمين. كان ماخذ لي يعني بندق صغيرة. ليش؟ على عمري. إيه. اللي هي مربع. مربع إيه. اسمها مربع. إيه. فكان يعلمنا يعني وحبيتها، وكل خميس وجمعة ياخذنا للصيد. نعم. في الشتوية. فكنت متميز بين اخوانك في اي فحبيتها. وعقب ما كبرت وصار عندي سياره وقمت اجلس مع ربعي. نعم. وعقب ما شفت ان الصيد يعني قلت خلني اطور الصيد. اتجهت لنادي الرمايه. نادي الرمايه قلت تطور. نعم. عمليه الرمايه بالنسبه. أيوة. لك تطور هذه الهوايه الى عمليه احتراف. اي نعم. طيب. انا كنت يعني بالصيد ما شاء الله يعني كنت ارمي يعني رمي طيب يعني ما شاء الله تبارك يعني الله. كنا نتحدى وانا يعني واردي على مثل ما يقولون. اي ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. توجهت للرمايه عشان اطورها واستفيد يعني من هوايتي. تاثرت احد من العائله؟ تاثرت فيه في بطولات الرماية؟ انا بك تقول حق الناس يعني شو اللي يقرب لك للامانه تاثرت البطل الاولمبي عبد الله الطرقي. قول حق الناس شو يصير لك عبد الله الطرقي. عبد الله الطرقي عمي. عمك. وهو الوالد. نعم الله يهديه. وهو اخوي. نعم. وهو يعني كل اللي يعني الانجاز اللي انت فيه اليوم مثلا خضع للتدريبات يعني ويا عبد الله. هو مدربي من اول ما دشيت النادي. نعم. الامانه اول ما دشيت النادي يعني كان يقول لي هو تبي تستمر في النادي انا وياك. نعم. ما تبي تستمر في النادي؟ طيب يعاملك كقريب له ولا يعاملك كمتدرب كحالك حال المتدربين؟ والله ولا في خصوصيه من الكابتن عبد الله الطرقي؟ لا والله للامانه يعني ابو طلال بيض الله وجهه كان يعني الكل سواسيه عنده للامانه. للامانه اختصر لي طريق 20 سنه من خلال سنوات خبرته الطويله او خمسه يعني او خبرته كلها. نعم. يعني قصر لي اياها في خلال 5 سنوات. والبطل طلال عبد الله الطرقي. طلال بطل. لا طلال بطل اولمبي ما شاء الله. نعم. يعني هو بسكيت طلال ولا لا بتراب؟ لا لعبت التراب. انت بالسكيت؟ انا بسكيت مع ابو طلال. نعم. حبيت السكيت. طيب السلاح اللي انت شاركت فيه في هذه البطوله شنو؟ سلاح ذات طلقتين. برته.
طبعا موفرين لي النادي وكذا دعم يعني من النادي في هذه الامكانيات اللي ومن افضل الاسلحه في العالم كله في اللعبه هذه. جميل يعني حصول على التوفير حتى يعني في مواصفات خاصه طلبناها واخوي مهندس دعيج عتيبي يعني كان ويانا بالوفد قال اختاروا في المواصفات العالميه اللي ما في يعني اصدار وراها، مع العلم انه هو صاحب خبره ويعرف في هذا المجال، لانه يعطيكم الثقه في هذا الموضوع. يقول لك انت اختار سلاح واختر المواصفات اللي انت تبونها، واحنا ايضا معانا بطل من ابطال الرمايه اللي لا شغلهم غبار، ونتشرف انه موجود معانا عبر الاتصال الهاتفي، وشكرا لقبوله هذه الدعوه البطل والكابتن عبد الله الطرقي. مساك الله بالخير يا ابو طلال، والف الف مبروك. مساكم الله بالخير والف مبروك لكم، انتم انتم اللي وراء هذا الانجاز، وكل الشكر لكم مقدما. انت المشكور وبارك الله فيك. ماذا تقول بهذه المناسبه الكابتن عبد الله الطرقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اود أن أهدي هذا الفوز لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولعهد الأمين ولرئيس مجلس الوزراء وللحكومة الرشيدة والشعب الكويتي في هذا الإنجاز، ومبروك لجميع الإنجازات اللي حصلت الكويت، 3 ذهب و1 فضية و2 برونز، كلهم أبطال يستحقون الدعم الكافي والدعم الكامل لهم في هذا الإنجاز، علما بأن مشاركتنا كانت مشاركة سريعة جدا، ما كان الإنسان متوقع أن راح نشارك في هذه البطولة، وكان بالنسبة للرماية احنا ما كنا مستعدين 100% لهذه البطولة، ولكن بفضل الله ابني منصور اجتهد وشد حيله واخذ المركز الأول. بالنسبة لرمات التراب يعني كان الأمانة لم يحالفهم الحظ، بسبب أنه لم يتدربوا قبل البطولة ودخلوا على البطولة مباشرة من غير تدريب ولم يحالفهم الحظ، فإن شاء الله حظ لهم أوفر غادم إن شاء الله. إن شاء الله. أما بالنسبة لدور الهيئة ودور النادي بالرماية في هذه البطولة، كل الشكر لهم، يعني قدموا اللامحدود لرماتنا وأبنائنا. عندما سمعوا الخبر قالوا اذهبوا لهذه البطولة وكل ما تطلبونه موجود لكم. نعم. أيضا المهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحادين الكويتي والعربي كذلك قال هم امتداد لكم أنتم كأبطال، وهو يعني موجود معنا مهندسنا، وأذن على هذه المسيرة للأمانة. والله أنا من سمعت الخبر، طبعا أول ما جاني الخبر من الأخ الدكتور حمود فليطح بعد ما انتهت اللجنة الأولمبية من القرار، كلمته فقال لي لك الضوء الأخضر، روح توكل على الله. ثم اتصلت على الأخ رئيس النادي دعيج العتيبي، وبعدها عطاني الضوء الأخضر، قال روح تصرف وخلص شغلك وإلحق عليهم بسرعة، وكل ما يلزمك من استعداد تمه وركب الدفع 100%. فبيض الله وجيههم. هذا 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 يعني أمر شيء يعني يشكر عليه ويعجز اللسان عن الشكر. وطبعا الهيئة والنادي الرماية يعني لهم دور كبير في الإنجاز هذا. وللعلم إنجازنا احنا ومشاركاتنا في هذه البطولة ليس لنا احنا بالذات، ولكن لاتحاداتنا، الله يعطيهم العافية وكلهم مبروك إن شاء الله. نعم. يعني اللي قاعد ثيره كابتن عبد الله اللي قاعد تقوله، يعني جميل هذا التعاون وهذا التآخي للأمانة، ما في مناصب في هذا الموضوع، والمهندس الدعيج يقول لك مطلق الحرية تصرف يا عبد الله، هذه الثقة وما في بيروقراطية. نعم. نعم. فهذا نعم. الشيء نعم. جميل وراقي جدا، وهذه الثقة وهذه المسؤولية، إلا أنكم أنتم عارفين بعضكم بعض، أنكم أنتم تتحملون هذه المسؤولية، وكل واحد واثق بالثاني، عارف شنو قاعد يسوي. منصور نعم فضل. حملناها. بس بضيف كلمة لأخوي صقر الملا نائب مدير الهيئة العامة للشباب الرياضي بالنابة عن حمود فليطح، عندما اتصلت عليه فأصر علي ونفس الكلام، وقال لي روح اذهب ولا تبخل على نفسك في حاجة، المهم جيب لنا بس الذهب هناك. ممتاز ممتاز جميل، كل ما تدفع ما قصر الدكتور صقر. شكر لهم، وصراحه يعني يعجز اللسان عن الشكر. نعم. لهؤلاء الاشخاص. قبل اختم معك كابتن عبد الله، ايضا منصور كان يقول يعني عن العائله الكريمه، وانت حضرتك عمه، قلت له يعني الكابتن عبد الله الطرقي قال هو عمي وهو ابوي وهو اخوي وهو مدربي وهو معلمي،
وهو قال لي تبي تتدرب تبي تستمر ولا تبي تطلع كذا، كيف وجدت منصور في 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 هذا في هذا الامر، وهل تعاطفت معاه اثناء التدريب؟ انا اعرف انك انت تتعامل كل بسواسيه كابتن. والله انا 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 اتعاطف مع الرجل اللي اللي اشوف فيه الانجاز هذا، ازيد عليه بالعمل وازيد عليه بالامور. هذا منصور انا اشوف فيه اخطاء بسيطه ولكن لا يصعب يصعب علي ان اعدلها في الوقت الحالي، لانه غريبا جدا من بطوله اسيا وغريبا جدا من بطوله العالم. فمنتظر ان شاء الله بعد البطولات هذه راح نقوم في عمل جديد لمنصور ان شاء الله، ليكون ان شاء الله في المقدمه في بطولات العالم القادمه، وهو قادر عليها ان شاء الله. وهذا ان شاء الله راح يكون خليفه عبد الله الرشيدي ان شاء الله في الكويت ان شاء الله. بارك الله فيك كابتن عبد الله طرقي الرشيدي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وكل الشكر لكم وكل الشكر شكرا لكم. لك احبابنا المتابعين، مستمر مع ضيوفي ان شاء الله بعد الفاصل، ابقوا معنا. مهندس دعيج، حضرتك رئيس الاتحاد العربي والكويتي وأيضا رئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وكذلك كنت عضو في إدارة الاتحاد الدولي للرماية. في قضية بسألك عنها، أنت قدمت استقالتك من هذه العضوية وصار في أو كان لك موقف حاسم في هذا الموضوع على أثر قدمت استقالتك، أبيك تتكلم في هذه القضية إذا سمحت. نعم، طال عمرك احنا عقب ما صار ايقاف على الكويت من اللجنه الاولمبيه الدوليه ضد اللجنه الاولمبيه الكويتيه الوطنيه وضد الاتحادات، اللجنه الاولمبيه الدوليه خاطبت الاتحادات الدوليه ان تم ايقاف اللجنه الوطنيه الاولمبيه الكويتيه لان ثبت ان في ان تدخل حكومي في الانشطه الرياضيه في دوله الكويت، وان لحمايه الحركه الرياضيه في دوله الكويت اللجنة الأولمبية الدولية ستوقف اللجنة الأولمبية الوطنية الكويتية لحمايتها وتعلق سسبنشن، تعلق عضويتها، ونرجو أن الاتحادات الدولية تحذو حذوها. العادة لما يصير قبل كان كذا مرة صار إيقاف على الكويت، الاتحاد الدولي للرماية ما يوقف الكويت، يعني مو لازم يعني يلتزمون في كلام اللجنة الأولمبية، لأن الاتحاد الدولي اتحاد بروحه يعني في 180 دولة عضو في مستقل الرماية، مستقل عن اللجنة الأولمبية، مستقل عن اللجنة الأولمبية الدولية ما لها علاقة. نعم، اللجنة يعني الأولمبية ما تفرض آراء على الاتحاد، ما تقدر تفرض عليه. نعم، بس لما تصير مسابقات أولمبية طبعا هذا تحكم فيها اللجنة، بس الاتحاد الدولي اتحاد بحد ذاته مؤسسة لا قوانينه ولا قراراته ولا فطرشونا رسالة قالوا ان احنا بنوقفكم الاتحاد الاتحاد الدولي لأنكم أنتم في تدخل حكومي عندكم. أرسلت لهم رسالة، أنا عضو مجلس إدارة، نعم، يعني دورتين في الاتحاد الدولي منتخب، أرسلت لهم رسالة أنه مو صحيح للكويت والحكومة ما تدخل في انتخابات حرة، والحكومة تدخل فقط أنها تدعمنا ماديا، مفرد أنه منشآت مفردنا بس ما تدخل. فقالوا لا إحنا بنجتمع، وكيفك أنت بتحضر اجتماع معنا؟ إحنا اجتمعوا وحضرت اجتماع، وللأسف كانوا متخذين قرار قالوا احنا خلاص راح نوقفكم مثل الاتحادات الدولية، في انتم ما اشتكيتوا، الاتحاد الكويتي ما اشتكى على بلده، بس بنفس الوقت احنا نلتزم في اللجنة الأولمبية. قلت طيب ليش ما التزمت مع الهند؟ ليش ما التزمت مع صربيا؟ ليش ما التزمت في خمس دول موقفين اللجان الأولمبية؟ ليش ما ليش احنا الكويت مصر كانوا موقفين اللجان الأولمبية ليش؟ فالمهم يعني صار في خلاف بيننا وبينهم، فطلبت عقد جمعية عمومية ورفضوا، وصار في الجمعية طارئة في موسكو، صارت جمعية لتبديل قوانين وتعديلات قوانين، وسبحان الله صادفت قبل الدورة الأولمبية. فقدمت طلب رسمي من دولة الكويت من الاتحاد الكويتي للرماية أن مناقشة قرار إلقاء قرار مجلس إدارة، نعم، في الجمعية العمومية، لأن الجمعية العمومية هي اللي تملك الحق صحيح في إلقاء القرار. وحشدنا ربعنا اللي ويانا العرب والآسيويين جزاهم الله خير، ورحنا موسكو كان برمضان بعد، وقبلها طلب اجتماع معي رئيس الاتحاد الدولي، قال لي أبيك تلقي الطلب مالك هذا أنه تصوت على قرارنا، تلقي قرارنا، ما يصير تلقي قرارنا. فقلت له أنا لا تطرحه على الجمعية العمومية، لا تطرحه على الجمعية، قلت له أطرحه، نعم، أنا من حقي أطرحه وراح أطرحه. طرحت الموضوع
وطلبت التصويت ورفضوا التصويت انه يكون علني سري، قالوا علني لان عشان ترفع ايدك فيرتبكون بعض الناس، فبعضهم ما يتكلم انجليزي تمام ويرتبك وانه شلون ترفع ايدك موافق ولا ضد. فطلبوا التصويت يكون سري. انا طلبت ان التصويت يكون سري. انت طلبت؟ نعم. عشان كل دوله تقدر. صار خلاف كبير وعندي انا مسجله هذا. ف لما هذا طلبت انا طبعا الكلمه وخدت الكلمه وقلت انا مبين انكم انتم تعنصرتوا ضد الكويت، فانا ما يشرفني ان اكون عضو في الاتحاد الدولي للرمايه اذا ما اخذ موقف ضد بلدي الكويت. وقدمت استقالتي وماني متحسف عليها يعني الصراحه، لان الاجراء اللي اتبعوه اجراء خطا. وسبحان الله بالصدفه يعني ان هذا كان مسجل كله موثق وكان عندي نسخه. قدمناها للمحامي ولما رحنا المحكمه، رحنا ثلاث مرات المحكمه الكاس، شافوا الاجراءات اللي اتبعها الاتحاد الدولي كانت اجراءات خطا، فالقي قرار مجلس اداره وعادت الكويت من اتحاد الكويت للرماية عضو كامل من شهر 4/2017. يعني احنا من سنه وخمس شهور او ست واربع شهور اعضاء في الاتحاد الدولي، اعضاء نمارس كل شيء بقوه القانون، بقوه القانون، لان هم القرار اللي اتخذوه كان ولا يقدر يتخذون اي قرار ومخالف الاجراءات القانونيه، ولا يقدر يتخذ قرار الا الجمعيه العموميه، مجلس اداره ما يقدر يتخذ قرار. نعم. وبعدين يعني هذا يأكد أن موقفكم كان صحيح 100%. نعم. والله محكمة. وبعدين المشاركات طبعا في ناس يربطون، طيب ليش ما تقدرون تشاركون بالدورة الأولمبية، ليش ما تقدرون تشاركون بالدورة؟ لأن هذه تجي تحت مظلة اللجنة الأولمبية اللي هي موقوفة. نعم. وهم مستانسين، هم موقوفين، ما راح اشتكوا على اللجنة الأولمبية الدولية أن قالوا ليش وقفتوا، لأن هم مبسوطين من الشغلة هذه. عموما احنا كاتحاد رماية ما علينا ايقاف، يعني كاتحاد ممارس رياضتنا. جميل. بدون اي يعني ايقاف الحمد لله. نعم. والكويت في مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرمايه مقر الاتحاد العربي للرمايه. نعم. ومقر الاتحاد الاسيوي للرمايه، يعني والكويت لها احترام على مستوى العالم كله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، لان احنا ننظم سنويا بطوله حضره صاحب السمو الامير. نعم. ويشارك فيها من كافه دول العالم، ابطال العالم كذا. نعم. وابطال العالم من كافه الدول، وصارت الكويت يعني معروفه انها بالرمايه متميزة ومتقدمة ودري نتائجها اللي موجودة العالم، أصدقاء الجميع. ما أنا نعم. في 2020 تجهيزاتكم أيضا ما يخالف هذه القواعد الاتحاد طبعا لما تصير 2020 إذا اللجنة الأولمبية الكويتية عليها إيقاف ما راح يقدر نشارك، لأن اللي شارك اللجنة الأولمبية الكويتية مفروض. نعم. فإحنا كرماية ما علينا مشكلة الحين، إحنا قاعدين إذا إن شاء الله ربعنا متوقعين إن شاء الله يحصلون على الأقل 4 إلى 5 مقاعد تأهيل إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. فإذا حققنا مقاعد تأهيل راح يشاركون أبطالنا في طوكيو 2020 ان شاء الله. منصور ان شاء الله مشاركتك موجوده في 2020 ان شاء الله باذن الله. شنو التجهيزات اللي راح تقوم فيها؟ والله تجهيزات ان شاء الله يعني يكون البطولات الجايه اللي تأهلنا للاولمبيات وتتبع المعسكرات و نعم والتجهيزات اللي كل سنه نمارسها حق البطولات. ليش الأولمبياد دائما أصعب من آسيا؟ ولا هو نفس المستوى نفس الأبطال اللي يشاركون هناك؟ لا، لأن في صعوبة أكثر الأولمبياد. الأولمبياد اختيار 36 رامي من العالم كله بس. إيه، فهني هني الصعوبة يعني. من نخبة العالم. نعم، إن شاء الله أنت من نخبة العالم. إن شاء الله. كلمني عن المنافسة اللي صارت في البطولة هذه، يعني وصولك للمرحلة الأخيرة ومنافستك مع زميلك من الصين. وخصوصا يعني يتقدم عليك بالسن خبره واكثر من مره، لا وانت اول مره واول مشاركه، يعني كلمني عن الحاله النفسيه، وهل تواصلت مع احد، اتصلت على احد تليفون قبل المشاركه، كلمنا عن الاحداث. والله للامانه قبل لا ندش الفاينل كنت جالس مع الوالد عبد الله الطرقي. نعم. وقام يحفزك اكثر. يحفزني يقول لي يعني هذول ما عليك منهم وانت ان شاء الله قدها. نعم. ويوم دشيت الفاينل حسيت انه خلاص ما ارتبكت، ما حاشك الشعور بالارتباك، شعور من الخوف او لا لا. شنو يعني الملاحظه اللي اصر عليها عبد الله الطرقي؟ هو مدربك عبد الله الطرقي صح؟ نعم. شنو الملاحظه اللي اصر عليها اثناء الرمايه؟ لانه كان علينا مطر. نعم. وقتها صح، فالواحد يمكن تنقص خبره. ف يعني هو ما قصر، يعني في شغلات ضافة عليها، يعني مثل ما تقول جاني قال لي كنه يصب عليك الماي الواجد وما عندك مشكلة، يعني لا تهتم، لا تحات المطر ولا راح يأثر في حركة الطبق وغيره وكذا. اي يعني قال لي
لا تهتم. كل ما طالعته يعني هو المشجع يعني ويا ابو خليفه كانوا هم الاثنين للامانه المشجعين ويا لان كانوا يوم النهايه مع الصيني كانوا موجودين يعني اكثر منه واجد. فاذا حاش الطبل اي هذولك يصيحون فهذه تولد رهبه في الرامي. فهذه ابو طلال يعني ما قصر يعني زرع فيني الثقه قبل لا ادش. جميل. انا اهتميت لهم. انا وصلت حق اختام منصور. انت كنت ترمي اول شيء في الختام اخر طبقين. انت كان عندك وبعدين وراك الصيني. اما يصير تعادل وتستمرون او انه خلاص انت. فانت رميت ورديت يعني طبقين وكنت انتظر الصيني شوف شنو راح يصير معاه في هاللحظه هذه. لا ما كنت انتظره. ها ايش سويت انا محضر حق الطبقه اللي بعده. الطبقه اللي بعده انت يعني خلاص عندك قناعه انه راح يتعادل وياك. لا خلاص لين تغيب الشمس ما يطلع. اللي حصل شفت انه اخطا هو طبق ولا لا؟ لان انا اركز حق الطبق القادم يعني ما اهتم انطره لين هو يخطي او هو يحوشه. بس اللي صار اخر شيء شلون الفوز صار اخر شيء؟ هو اخطا طبق ولا انا حشتهم ايه وبعدين ركزت حق الطبق الثاني وهو عاد اخطاهم وانا تابعت الحكم اللي فيه السايد ريفري يسمون رفع العلم ان اخطا فهذه كانت يعني بدل ما اجهز صارت الفرحه اكثر. ها شلون كنترول؟ اوكي شكرا كنترول. قواك الله والف الف مبروك وان شاء الله من ذهب الى ذهب ان شاء الله انت وباقي زملائك. وهذه الفرحه الامانه فرحتوا كلنا فرحانين فيها فربي يوفقك ويحفظك ان شاء الله ويوفقك ان شاء الله. مشكور اخوي منصور. شكرا للبطل الاسيوي منصور الرشيدي وايضا مهندسنا. اترك لك الكلمه في الختام اذا حاب تقول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا اشكركم واشكر قناه الراي على اهتمامها وودنا مرة ثانية نكرر أن هذا الإنجاز نهديه لمقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ولسمو ولي عهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد حفظهم الله وإلى الشعب الكويتي الكريم ولكل من هنأنا وأعضاء مجلس الأمة اللي هنأونا وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة الأخ الفاضل مرزوق علي الغانم وعلى كل أهلنا وأخواننا اللي هنأوا الرماية الكويتية بفوز الرماية في ميدالية ذهبية ونبارك ونهنئ الفائزين. آخر واحد فاز علي الخرافي في الميدالية الذهبية نبارك له وزملاء اللي حققوا إنجازات أيضا وإن شاء الله دائما الكويت دار أمن وأمان يا رب في ظل قيادتنا الرشيدة آمين. ومن نصر إلى نصر إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا للمهندس الدعيج العتيبي رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية شكرا جزيلا لك والشكر موصول للبطل بطل آسيا الرامي منصور الرشيدي بطل منتخب الكويت للرماية والحاصل على الذهبية في أسياد آسيا شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكر لكم مشاهدين. إحنا وصلنا معاكم وختامها مسك للأمانة في هذه الحلقة يعني في هذه الحلقة من برنامج مسائي هي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج برنامج مسائي. غدا إن شاء الله يوم الجمعة بنفس التوقيت من كل يوم الساعة 9:30 تشاهدون آخر حلقة حاولنا نجمع لكم لقطات من هنا وهناك وهي آخر حلقة لهذا البرنامج برنامج مسائي. ودعكم خلال هذه الرحلة الطويلة أكثر من 9 سنوات عشناها معاكم مع ضيوفنا بكل حب وود وطرحنا العديد من القضايا يعني نعتذر قصرنا في شيء ونسعى ما في أحد كامل ولكن نسعى إلى الكمال. فختامها مسك اليوم مع الأبطال مع الذهب لكن هناك برنامج قادم إن شاء الله وهو امتداد لهذا البرنامج لكن هناك فترة تجهيز صح التعبير في هذا الأمر. لكن نودع مسائي ونقول له في أمان الله يا مسائي وأقول لكم أنتم في ختام هذه الحلقة في أمان الله وتصبحون على أمن وأمان صاحب الأبدان. إلى اللقاء.